للدفاع عن الدولة الإسلامية، الدولة الدولة والجهاد، نعم بعدها الجهاد في سبيل الله، وهذه من الواجبات. شعوري وانا ادرس بخيمة ان انا حزين تجاه ان ادرس بخيمة، بعد ما انا كنت ادرس في صفوف صرت ادرس بخيمة، فما نقدرش ناخذ كل متطلبات يعني مدرسة نقرا كل شيء، مش هنقدر يعني باختصار الاستاذ بدينا اياهم. يعني محمود حدد لي اياهم وين النقطتين؟ ان هي نقطة على صفار جبتكم من 5 و7 بس انا صح كلامه ولا غلط؟ غلط ديش كده الباسبا في عراس مشتركة بين سين وصاد ولا لا؟ يعني هاي السين مثلا